شكرا لكم كاملين اللي كيعاونوا ماما اللي واقفين معانا نجمعوا مع بعضياتنا ان شاء الله. واختانا يا بعيده على ماما ما نقدرش تصبري صعب راه 11 عام وعندي السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحه جيده. وانا دابا جيت هذا المحل، راه هذا المحل ما نعاودش لك عجب ومي شي حوايج واعرين. جان زيد زياد البيجامه عجبوني، البيجامات واعرين والتعامل ديالهم عجبني بزاف بزاف، ناس طيبين. ولقيتهم نصهم من عبده عندي ونص من خنيفره، تحيه للمغرب كامل. والحمد لله احنا كنا مغاربه وحنا كنا مسلمين وهادي الدنيا. هادو بيجامات وهذا السيري ديالهم 50 درهم الوحده. الا خديتي السيري ولا خديتي الوحده راه كلها وثمنها، يعني ملي تجي هنا تيقول الثمن هو على حسب السلعه اللي تتقدى عي كيفاش عيقول لكم الثمن. عداك الحوايج ديالنا ديري بالك مع الحوايج، راه الدنيا عامره تبارك الله وصلى على النبي الله يزيدو الله يكمل على الجميع. انتم اخوتي مع البيجامات عدوا عجبوني عجبوني بزاف، والالوان والاشكال راني من الصباح وانا تندور حتى جيت عند هذا السيد. الحمد لله مثلا بارك الله فيك سيدي. يلا العبدي تبان انت انتم اخوتي انتم راه كاين في درب السلطان بيجامات على الانواع والاشكال، يعني حاجه واعره. سبحان الله العظيم لا طيحني ربي فيهم من الصبح انا ندور بغيت شي حاجه اللي تعجبني والو ما الحمد لله كاين الخير. كل واحد عنده رزقه، هذا يعجبوني الالوان اللي عندهم. وها جهه بنتي هاي فين هي امين. انتم اخوتي البيجامات راه زعما قد ما شكرت لكم، راه زعما البيجامه شاكره راسها يعني انتم الالوان شاكره راسها بلا ما انا نشكر لكم، راه تشوفوا بعينيكم. وراه كاين الشباب اللي بغى يبانوا، نتسناهم غير مع الكليان وان شاء الله يقولوا الكلمه ديالهم. انتم هاد البيجامه ثاني هادو راهم بالسروال يعني جبادور وتتحل بس. وانتم ها السروال ديالها هاجي هان بنتي اخوتي. يعني خديت من عنده، يعني خديت من عنده هاد الحوايج للدار ونوريهم لكم. لا حق داكشي راني وريته لكم هنايا، وهادو تاع الدار عاد نبينهم لكم. وها انتما ها العبديات مرحبا بكم. هاد الناس اللي تفرجوا فينا مرحبا بهم عند العبديات في اليوتيوب. مرحبا بالجميع والله يسهل على الجميع. ايوا يبغى يتفرج في الكوميديات العبديات يجي مرحبا بي. حتى ندوي مع هاد العيالات اللي حدايا ما تيبينوش وجههم، قلت لهم اللي بغى يجي عند العبديات مرحبا بي. يلا اخوتي وتا الدار ونصور لكم داكشي اللي كاين. هو
داكشي بنين لاصوصه وهادشي في درب السلطان. يلا جيهان بصحتك بصحتك. بسم الله غزال هادشي خديت لي عاهية انا ما فيهاش الجوع ناكل معاها بحال الطيطة. خيركم في داركم جميلة اختي خيرك في دارك جميلة اختي. مشاهدين خيركم في داركم. رقص لكم عن شي المغرب ونقول جميلة خيرك في دارك جميلة خيركم في داركم اختي جميلة اختي. هانت يا طيبة مغربية بسم الله شحال بنينة جميلة طيبة بنينة غزالة بعدي صيفطيني عا انا. السلام عليكم اخويا قلت لكم راني ما كنظلمك شتو اش كدير ليا ياك شتو كتمرض فيا جميله وي كتجي انا عندي فقط داك الزوج ديال الحمر لك ناكل نجيب شويه هذه جميله اختي نضحك معاها خايفه في داركم المشاهدين اختي دابا راه عند بنتي تموت على الكيتشب تاكل الكيتشب بزاف وتاكل الحار بزاف هانتوما قالت لي القهوه راه كاع ما فيها الحار قلت لها راه فيها الحار عاكوني هانيه هاي جيبوا لك شي طبسي ديال الحار بصحتك عليك طيبتي على الجامع بصحتك جميع جيهان ايوا نتمنى من الله تكون معايا تما ان شاء الله نخرجوا كاملين ونجوا كاملين المغرب والحمد لله نجمعونا وياك اخوتي راني شحال نقول لكم مازال غنشارك معاكم داكشي ديال الاوراق داكشي راني عييت راني ما نعاودش لكم شحال فدابا راني غير جيت ضرب السلطان مع هاد الصباح وراني غنمشي غنمشي للدار وغنهز الاوراق وغنبارطاجي معاكم داكشي اللي كاين وهانتوما معايا ودعوا مع العبدي الله يجمعها مع بنتها والحمد لله خيركم في داركم وصحتك جيهان وصحتكم كامل الله يعطيكم الخير والله يكثر خيركم. وها حنا خوتي جينا قريب للدار جينا من درب السلطان شحنقول لكم موت الكحله جري 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 والزحامات الزحامات هذه هي ودزنا خوتي هذا مول الفريز خدينا الفريز للدار ونشارك معكم داكشي ودابا راه جينا في ساكنين ما نعاودش لكم شحال عجبتني هذه المنطقه هنا الازهر شحال عجبني غزال غزال جيهان تقلت يا ها وهضري تقلتي وتقلتي فتنا الدار الدار هي هذه وقالت لي فتنا الدار انت فين فين غادي تسناي تسناي هنايا مسدوده راه تسناي وقالت لي راه تقلتي انت فين غاديه هانتوما خوتي هاد الدار هنايا هنايا نسكنوا هانتوما هنايا ايوا على الزيات هاد الشيء شحال عجبتني هاد المنطقه هنا شحال عجبتني الازهر غزال يا خوتي غزال هانتوما خوتي هنايا انتوما الديور على الزيناتهم عرفتي مشينا مع الصباح ومشينا لضرب السلطان والزحامات اليوم زحام 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 اجي هنا جيهان والزحام زحام الموت الكحله جيهان اش وليتي تقول لي جيهان زيارة مشي زي مشي للدار قالت لك عيد قالت لك عيد صافي والزحامات والطوموبيلات والحوايج الحوايج الحوايج تبارك الله الخير موجود الخير موجود وخاصة هذه والحمد لله كل واحد يعيش في رزقه ودابا خوتي راني جيت راها دابا جوج ونص هذيك جوج ونص ثلاثة راها الثلاثة هذي دابا خوتي غنمشي للدار نشوف خويا شنو دار نقدر ناكل شويه ديسير ولا شي حاجه على ماش عندنا ناكل ونعمرو كاس تاع اتاي وناكل شويه الخبز والبيض وهذه ونمشو نمشو خوتي نمشو لداك سميتو نمشي نهز الاوراق تاع بنتي جيهان وهانتو معايا هانتوما معايا شوفوني اشنو غندير في الاوراق تاع جيهان وتشوفوني اليوم عاد نمشي عند المحاميه وهانتوما معايا خوتي. حنا جينا للدار وهذوك البيجامات انا تناكلو شي شويه عاد نشاركوهم معاكم داكشي اللي شرينا. جيهان ينبي جماعة لبسي دابا البس الزرقاء حط هزيها شوفيها كديرة زوينه
واعره من داك الشرفاء. وريهم السيريه اللي شرينا كامله في الاول، هزي السيريه كامله. كامله. تنديروا شرينا سيريه، ها هي فينا هي، تنديروا نشاركها نشاركها معاكم. غزالين، يلا لبسيها جهاد. وانتم اخوتي اسمحوا لينا على الروينه، راه الدنيا مرونه ومع انتم عارفين الناس ما ساكنينش هنا. ها انتم كي جات معاها، جات معاها غزاله. ايوا هضري انت تسمرتي ليا تما، ويلي كتسمرت ليا بحال عارضه الازياء، الازياء ولا ما عرفتش يقولوا ليها دوري دوري. جات اعلم الزينات بصحتك لاله. تنديروا نشاركوا معاكم الاخرين دابا، وريناكم باش نلبسوهم. يلا تعالي جهتها. وهانتم اخوتي، هانتم هاني انا لبست هذه، جات معايا زوينه. هانتم ها هي هناي، عجبوني غزالين غزالين غزالين، عجبوني بزاف بزاف. هانتم كمال ديالها عجبوني، غزالات غزالات. ايوا هادشي اللي تنديروا بعدا، ناكلوا شويه عاد نشارك معاكم البيجامات كامل، نشارك معاكم اللي شريت. وها يلا دابا نمشيو ناكلوا، حنا لبسناهم عا باش نمشيو نديروا، باش نمشيو ناكلوا شويه نتقوتوا، عاد نجيو نكملوا معاكم المشتريات. وهانتوا ويلا اخوتي، ها حنايا جينا حنا نحيد هنا، جينا الصينيه هاي فينا هي، نشربوا كاس تاع اتاي. ها هو جوج براد عمرناهم. ايوا هي راها خديت لي هذاك البانيني وهذاك الشيء، انا ما خديت والو، نعتز عليا الماكله ديال الدار. والحاجه المهمه المهمه، الله يخلف على اللي جاب لي هذا الفيديو زاد تحت البن، شكرا لك بزاف بزاف اللي جابت لي هذا الفيديو زاد تحت البن. هذه من الناس اللي عزازين بزاف بزاف، كلكم عزازين، تحيه ليك اختي بزاف بزاف، وشكرا ليك والله يحفظك. جابت لي بودي تاع اللبن، وجابت لي قاعه تاع الحليب، شكرا لك بزاف بزاف، والله يخلي لك وليداتك، والله يحفظك، والله يطول عمركم. واش نقول لك، انت عرفتيني وانا عرفتك، والله يحفظكم كاملين. كل شيء على اللبن، اش نقول لكم، راه اللبن ملي جابتو لي بحال ما عطاش جابت لي، راه اللبن عرفتو اللبن شنو هو اللبن، هذا اللبن مخود على يدها، يعني اليد ديال البنت اللي جابتو لي الله يحفظها. والحليب راه ديال البقره طبيعي. ايوا انتم خير الله خير ربي، انا نشارك معكم داك الشيء اللي شريت. انتم خير ربي، كلتمتو في الزيت مع باقي سخون، كلتمتو في الزيت. هانتوما خبازات الله باقي تيطيب من الفران، ها كلكمتو في الزيت، قلت ليه داويه هو في داويه في الكعك، وقلت ليه كلكمتو في الزيت، ها باقي سخون غزال. شوفوا خيرات الله، درهم الوحده الاغلى على مسكين، ها هو فينا هو. ها انتم خيركم في داركم، جميله خيرك في دارك اختي. ها هو وشريت اخوتي سميتو، شوفوا لويزا هي كانوا جوج. لويزا عجبتك لويزا، جي عجبتك عاد حرزي عاد شوفوا، وصراحه عجبتني باقا خضرا باقا خضرا، ها مجيده. هانتوما جوج تاع لويزا، وعرفت شنو نقول لكم، شنو داني هذا؟ هذاك شويه الزعتر، الزعتر ترجع عنده نشري من عنده. وجبت شويه سميتو الورد، وجبت شويه الشانوج. انتم عارفين هادشي ديال البلاد، راه ما تلقاوش تما، تلقاوه لكن راه قليل. المشطه جهه جميله، توصي على المشطه المشطه المشطه، كثير عشري لك المشطه. عطوني هذا وسميتو هانتوما الزيوفه ديال الراس، هذا عجبني، هذا شريته مع واحد المراه كبير، هذا سيرجع عندها ونزيد معها واحد كل الزيوفه الاخرى. شارك معايا
نشارك معكم مشترياتي اللي شريت من درب السلطان. وانتوما شريت هذا الزيف هذا الثاني وهذا في الصفيفر الصفر وهذا في الموف وهذا في الزرق هذا اللي عجبني هذا كبير ارجع عند هذيك المره ونشري ونشري ونزيد جوج اخرين خليهم هنا جوج خراقي تاع الحمام باش نمشي انا وبنتي للحمام هنا وفي الاخر ندير لامي انا شريت ديك خطره شريت جيهان توصي على ماستو حاده ماس ديال الحاده ايوا شريت ثاني خليهم حتى نديرهم مع خليهم حتى نوريهم لكم مع البيجامات هادو خليهم حتى نوريهم مع البيجامات لي شريت راه غير نفس القاعده هادو خليهم حتى نوريهم مع البيجامات شريت نلبسهم وتشوفهم نحزم بي واحد نحزم بي راسي دابا باش ندير هاد الزيف هذا سني على هاد الصباع وزيناته غزالين ها سفيان خليني وهادو لمس وهانتم اخوتي يتصور هانتم المفاجاه كاع الكبيره الزيتون على الانواع والاشكال وخيركم في داركم خيركم في داركم وتبارك الله عليكم وهانتم ها هذا ما يتحلش ليا حزمها ليا بزاف ايوا باش ما تخفاش ها هانتوما خوتي الزيتون بالكاشير خلط بالكاشير والحرور والخيزو الزيتون بالحرور والزعتر وزعيطرة وداكشي الزيتون بالحار وبما عرفت شنو هو ثاني الثومه وهانتوما خوتي وهذا الزيتون ثاني بالحار وما عرفت شنو هو تزبيبين تحلوه ما فيهاش الملح نهائيا والحار الحار هريسه والزيتون باش نديرو شويه الدجاج طيب ان شاء الله نديرو البطاطا والزيتون هانتوما خوتي خيركم في داركم سير جيبي الطبسيل الكبير ولا جيبي زيد الطماطه زيد عرفت اش ديري جيبي الطبسيل الكبير جيبي الطبسيل الكبير ماما قلتوا له ماكل قلتوا له ماكل ها انتم اخوتي ها انتم الزيوت الزيتون تبارك الله اما تفخمت عليكم خيركم في داركم راه تنشارك معاكم داكشي راني اناني مشوقه هادشي شتو انا العبديه هي اللي مشوقه هاد الزيتون ما لاقياش وما انتم خيركم في داركم وكل واحد خير في دارهم ودا بلجيكا راه الحمد لله راه بخيرها واكلين وشاربين فيها وحمدنا الله وشكرنا عليها عاليه هاد الخيورات اللي كاينه في المغرب ما كايناش في بلجيكا والحمد لله على اي بلاد مشينا ليها حمدنا الله وشكرنا عليها الله يرزق الصحه والسلامه وطول العمر سيري جيبي الميكا ديال الفريز سيري جيبي هاد الميكا هانتوما خوتي باش قلت لكم هانتوما خيورات الله خيورات الله ديال داك الفريز راه نتوما عارفين شنو الفريز عندنا راه تما غالي راه 4 حبيبات 5 حبيبات راه نتوما شتو دايره جوج اورو دايره 400 دايره 500 هذا الشيء هذا كامل تبارك الله شريته ب 600 ريال وحنا عندنا هذا راه داير شي 4000 ريال ولا 5000 ريال وراه نتوما عارفين ما تكذبونيش راه بديت تقولوا لا 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 وما ماشي بحال هذا ايا جلس الله هانتوما يا يا خيركم في داركم اخوتي واخا بغيت هادشي تكون معايا مسكينه الوالده دابا راه كاين معايا خويا وكاين معايا بنتي وولدي ولكن ما كانش تكون معايا الوالده والعائله كامله وهانتوما خيور الله هذا اخوتي ها هو هذا تبارك الله كامل والله الا 600 ريال وحنا تنشرو انتم عرفتوا شي 10 الحبات دايره 800 ريال 600 ريال وما هو كاع بحال هذا ها انتم ها انتم ها انتم خيركم في داركم وتبارك الله عليكم ايوا خير الله هذا راه خيرات الله وما رزق الصحة
يرزق الصحه والسلامه ويطول العمر وكل شيء ان شاء الله يكون مزيان. هذيك هي الدنيا. قولي انت شي كلمه هضري. وما تجبوش فينك يا جميله، فينك يا جميله وفينك يا جميله. ماما 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 كيف جميله مسكينه تفهمني عمل ملي كون نظرت فهماني انا سر نقول. ماشي مشكل بنتي، دابا تا هي تعلم، ودابا راه باقا دريه صغيره وباقا تا هي ما يعني شويه بشويه الحياه تعلمها وتجرب. ماما ماما آه. ماما كيف تسمه هذا؟ يا تنزل حتى تاكلوا انت وجيهان هكا يعطيه شويه دي هكي تحلي هذا وديري لي شويه مايسي هكا مخوتي حطيت شويه شويه من الحاجه ها هو خير في الداخل. خوتي ها الصينية فيناها خويا تا هو جا تا هو يقعد معانا. هيا سلم عبد الرحيم. السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير الحمد لله. كلشي مزيان؟ الله يبارك. مرحبا بك. مرحبا بينا عندك. مرحبا بك، أنا مرحبا بيا عندكم. مرحبا. وهانتوما جيهان فينا هي قالت تا هي، جيهان كبوا شي كاس. هزي البراد فوق وتعلمي ديري بحال امك. بارك كبي الكيسان الصغار، عم ديري في الكيسان الصغار، تعلمي تدربي. ها وكاع مع علمتك خالتك جميله و وسفيان لاباس. على شكون؟ كلشي مزيان؟ عجبك الخبز؟ ها انتم ولدي شوفوا شوفوا ولدي شي يدير الخبز ولاصق على خويا ما نعاوش ليكم. واش يقول لي خويا؟ يقول لي برور خويا خويا خويا. تيضل معايا تيضل معاه مسكين يدير خلوه معاه وتنشوف. عجبك الخبز؟ ني ماشي مزيان. الخبز زوين؟ زوين. ديسموي زوين؟ لا. اوه بصحتك كل محراش. لا لا شدوا ما تخليش يدير. وانتم اخوتي خير الله في داركم والحمد لله. جميله اختي مسكينه بقات فيا ولكن ماشي مشكل كل واحد ياكل رزقه. دابا تا هي تجي للمغرب ان شاء الله ودابا كل شيء يكون كل شيء مزيان. دابا ان شاء الله ربي يسقد لي الله الامور وتجي تا هي مسكينه هنايا وتمشي تا هي عند البلاد عند امي والامور تقاد يا عبد الرحيم خويا. ومرحبا وشكرا للناس اللي جابوا لينا اللبن الله يرحم والديهم. راه تشربتي منه؟ شربت منه. على مزيناته. احنا ولاد اللبن. احنا ولاد اللبن. ايه. كنت هاد الناس اللي جابوا لينا ولاد اللبن. وانتوما لالا جيهان كبت جوج كيسان، احنا كاينين عجوج هنا؟ لا لا سلمت سلمت، راه مصبحية معايا. جيهان راه تتحشم. ها انتوما خوتي، هو دابا نمشيو ناكلوا وخيركم في داركم وتبارك الله عليكم. ورتم العبديات راكم عارفين العبديات طبيعيات عاديات. شكرا للمشاهدين اللي تلاقيت معاهم، شكرا لكم كاملين لا فراقه فيكم والحمد لله. يلا انتم معنا خوتي ويلا خوتي دابا نقعد انا والعائله ناكلوا الحمد لله. ناكلوا بعد واحد الفريزه. عبد الرحيم هز راه هاد الليمون ها الزيتون ها انتم اخوتي هذه هديتها للمشاهدين. هادشي هديتو للمشاهدين والله يحفظكم الله يعملكم كل نوارة بحال هاد الخير تبارك الله بحال هاد الفريز بحال هاد الخيورات اللي قدامنا بسم الله. حلوها بارطاج والله الا حلو حلو بنين عند زيناتو ما علاقة.
جابادور ديال مراكش عجبتني هذه غزالين. خديت وحده في فيها الزرق في الزرق ناصح فيها هاد الخطوط البيضين، وانا خديت هذه في الاحمر فيها هاد انا كشتي الموت على الاحمر. انا تبريت في جهه جميله قلت لها كوني هذه الاحمر ديالي اكون هي وجي بنتي بغات بالسروال لا رجعت ترجعوا شي لابس سروال وتاخذ من هذوك الطوال تا هما. قلت لها ناخذ لك وحده من هذه، قالت لي واخا تعجبوك رجع ناخذ لك شي وحده. لا ما عجبني انا الاخر اللي خدي لا عجبتني عجبتني واحد البيجامه زوينه تاهي ولكن خصتي الحجري ولكن دايره 6000 ريال بيجامه بالسروال ديالها دايره 6000 ريال جاتني قاصحه. قلت لها نسالي داكشي تاع الاوراق ونخلص المحاميه ونسالي داكشي لبقات لي شي حاجه نرجع نشريها لك، ما بقات ليش بحال شي حاجه راه نشري لك شي حاجه اللي تكون ديك 4000 تكون ديك 3000 هاد 3000 بارك عليا الحق 6000 جاتني قاصحه بزاف بزاف. وهادي راه غزاله غزالين هانتوما بحال بحال قلت قلت هانتوما غزالين غزالين وباردين باردين. هادي راه حنايا في بلجيكا نخرجوا بها هادي زوينه هادي نخرجوا هادي نخرجوا بها حنايا هادي بحال هكا في وقت الصيف نديرو عليها شي تريكو من الفوق هكا شي حاجه من الفوق هكا ونخرجوا بها لحقاش هذه زوينه والله اعلم العبديه واقيلا تخرج بها انتم عارفين العبديه اما انتم الله اعلم من عبد من عممش على كلشي. اما انا واقيلا ملي نكون غادي نتسخر حتى ما في برغراوند انا متاكده نخرج فيها هذه وانا بالزينه تاع جابادور ما انا مستوره ها انتم مستوره تلتحت ها جاتك جيانه ياك مزوجه ايوا زيدي ديري التحيه للمشاهدين وشكرا لهم ويلا عطي شي كلمه للمشاهدين ودعي معاهم. شكرا لكم كاملين اللي كيعاونوا ماما اللي واقفين معانا نجمعوا مع بعضياتنا ان شاء الله. هي شكرا على التعليقات اللي زوينين الناس الزوينين الناس الظريفين واللي كيتابعونا. واختنا يا بعيده على ماما ما كنصورش معاها بحال هكا دابا ملي كتجي عندك نولوا بجوجنا والضحك خارجين الرواج كلشي مزيان نتمنى بحال يكمل داك الشيء حتى نبقى معاها تنجمعوا ان شاء الله نجمعوا يدخل علينا هاد الشهير ان شاء الله بالصحة والسلامة وبطولة العمر. نتمنى انا هاد الشهر نكونوا مجموعين انا مابقاش كنصبر ان شاء الله ان شاء الله مابقاش غاديش تصبري صافي راه 11 عام وعندي ان شاء الله راه مسكينة انا الله يحسن العوان هي مع امي ولكن هي خاصها تجمع معايا وخليتها غير صغيرة وراه كبرت تبارك الله تا راني كبرت راه ملي مشيت راه ما كنتش قد هكا راني انا كبرت وهي راه كبرت والحمد لله. تنتمنى من الله نجمع مع بنتي تنتمنى من الله من عوينكم ومن من من عوينكم تعاونوني معها على هاد البنيه حتى نجمع معها الله يرحم لكم الوالدين. وانا متاكده 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 كاينين الناس الحمد لله كلشي قلبه كبير كلشي قلبه كبير وانت قريت التعليقات وشتيهم كيفاش يدعوا معنا وكلهم باغينك تجمعي معايا والله يسهل عليكم كاملين كل من عاوني وكل من ساعد معايا وكل من دار غير بارطاج وكل من عاوني معنويا وماديا الله يعمر ربي يعطيه بيت في الجنه والله يعمر ربي يشافيه والله يعمر ربي يسهل عليكم ويسهل على وليداتكم وييسر اموركم. وقد ما دعيت معاكم ربي هو اللي غيخلصكم ربي هو اللي غيخلصكم ودعي معاهم قول لهم الله هاد العواشر اللي جايه الله يسهل عليكم كاملين هاد العواشر اللي جايه ديروك هاد العواشر اللي جايه الله يسهل عليكم كاملين كاملين واحد 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 ان شاء الله ما في راحه فيكم كلشي من الكبير حتى الصغير. وشكرا للي ساعدنا في المغرب وشكرا للي تساعدنا من برا ومن الداخل الحمد لله من طنجة للقويرة قولي من طنجة للقويرة ومن العالم للعالم من العالم للعالم وطالعة نازلة مع الناس العبدية الحمد لله نازلة العبدية نازلة العبدية وجهة العبدية جهة العبدية وخوتي هانتوما وريناكم حوايج احنا بارطاجينا معاكم داكشي اللي كاين ها هو كاين دابا ماشي الخواتات دابا الام وبنتها والخواتات الاخت راها في 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 بلجيكا مسكينه جميله والله يسهل لي على جميله اختي ودعوا لي مع جميله اختي مسكينه
الله يفك حزامها والله يعمر ربي يجعلها يرزقها يرزق لها الدرية الصالحة والله يرزق الجميع والله يسهل عليها الحق الجميلة مسكينة هي اللي ملا عندي يعني جميلة اختي راه هي اللي ملا ديالي وهي راه عارفة كل شيء وانا عارفة كل شيء لحقاش اللي من الصغر راه من الصغر هي اللي ملا ديال النزهة والحمد لله هي توكل عليا وانا تنوكل عليها والله يخلينا لبعضياتنا والله يخليكم لبعضياتكم والحمد لله وهذه راه جميله راه قولي امها ماشي خالتها الجميله كانت معايا ديما تشري لي تخرجني تدورني توريني كل شيء ولكن ملي مشات عند اختها ثاني مشات عند اختها يلا اخوتي نتمنى من الله هذا الفلوق يعجبكم ونتمنى من الله تعجبكم العبديه هي وبنتها واخوها ووليدها والتحية لكم كاملين والله يكون ابونا اخوتي اخواتاتي بسلام عليكم وانا شاركت معاكم الفيديو كي دوزت اليوم مشيت لدرب السلطان قضيت مقيديات جيت للدار وكنت عائله وكنا حنايا الحمد لله بارطاج معاكم يومياتي هما درت ما عارفين العبديات دابا العبديات ما كاينينش جوج كاينين عبده دابا كاينه عبده كامله كاين واحد عبد الرحيم خويا صار يضحك كانتو كانوا عجوج عبديات دابا عبدة تلمت كاملة والمشكلة عبدة وفيها واحد نص نص الحمد لله عبد الرحيم صار يضحك و دابا انا ولادي راه ماشي كلهم عبديات دابا سفيان نص نص وجيهان نص نص جيهان راه كازاوية عبدية وسفيان كازاوي بلجيكي انا وهادوك عبديات بير لاصقين لعبده الحمد لله والتحيه عبده خوتي كاين اللي عبده ما يعرفهاش عبده هي اسفي تحيه لاسفي وتحيه للمغرب كامل من طنجه القويره ومن العالم العالم وطالعه نازله بحال بحال الحمد لله والسلام عليكم قولوا السلام السلام عليكم السلام السلام اخويا